حياكم الله مشاهدينا الكرام في أولى فقراتنا لهذه الليلة. أحدث الألقاب التي حصدتها إمارة الشارقة، ألا وهي الشارقة عاصمة للسياحة العربية، أو الشارقة عاصمة للسياحة العربية للعام الحالي 2015 ميلادية، وذلك لما لها من دور كبير في احتضان الفعاليات والمهرجانات التي أسهمت في دفع ورفع مستوى السياحة في الإمارة، بالإضافة لما تتميز به من معالم ومرافق ذات طابع إسلامي وتاريخي يجذب السياح، وشبكة المتاحف التي تتميز بها إمارة الشارقة كذلك، والتي تضم آثار ومقتنيات تاريخية تعكس تاريخ الشارقة وأيضا حضارتها. في إطار المشاركة في الاحتفال والاحتفاء بهذا اللقب، تنظم إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة والإعلام بحكومة الشارقة ندوة السياحة الثقافية مستجدات ورؤى في قصر الثقافة بالشارقة بمشاركة عدد من الخبراء والمثقفين العرب والمهتمين. ويسرنا أن يكون معنا اليوم من المشاركين في هذه الندوة سعادة الأستاذ عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، والدكتورة سعدة ماء العينين، أو الأستاذة سعدة ماء العينين رئيس مؤسسة نادي الإبداع والفكر في المملكة المغربية. مساكم الله بالخير وحياكم الله معنا. مساك الله بالنور والسرور. أهلا وسهلا. يعني اليوم حقيقة ندوة اليوم كانت بعنوان السياحة الثقافية، والبعض حقيقة يعني يتساءل ما هو هذا المفهوم السياحة الثقافية؟ السياحة الثقافية يعني اليوم يمكن الأساتذة تتكلموا عنها بشكل موسع، هو نوع جديد يعتبر من 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 السياحة. صحيح. كان يغلب على بعض الدول الأوروبية اللي هي فيها يعني مآثر من الآثار و فيها مسارح، فيها موسيقى، فيها كثير من الأمور التي يقصدها الناس، وليست السياحة فقط في يعني ما هو موجود عند العرب الآن، سياحة المتنزهات أو غيرها من الأمور. مجمعات. صحيح. حتى السياحة التعليمية والسياحة يعني سياحة المؤتمرات وغيرها قد تدخل في مجال السياحة الثقافية نوعا ما. الشارقة منذ يعني بدايتها كانت تركز على موضوع السياحة الثقافية، أن الزائر للشارقة يجب أن يكون في برنامجه زيارة متحف، زيارة فعالية ثقافية، زيارة يعني كل ما تقدمه الشارقة في معطاها السياحي يعني يركز على موضوع الثقافة بشكل رئيس. صحيح. وحتى يعني زيارة المدن العتيقة وغيرها كان يعني ليست مدينة فارغة، ولكن أيضا مملوءة بفعل أو حدث ثقافي أو فعالية ثقافية. حراك. صحيح. نعم. صحيح. يعني بوسيف هذا المفهوم ينطبق على إمارة الشارقة، مثل ما تفضلت هناك حراك ثقافي مستمر طوال العام، وهناك حقيقة زوار من داخل ومن خارج دولة الإمارات العربية المتحدة لإمارة الشارقة لمشاهدة، لمتابعة، للاستمتاع، للتعرف. صح. على كل ما هو جديد في هذا العالم، في هذا المفهوم، في الثقافة التي حقيقة تزخر بها إمارة الشارقة. يعني الشارقة كانت دائما تقدم نفسها كوجهة ثقافية. صحيح. السياحة تأتي في هذا السياق، ويعني بالرغم من وجود يعني كثير من المعطيات السياحية التي يعني ينشدها السواح مثل الشمس والرمل والسواحل وغيره. صحيح. ولكنها هي تقدم نفسها في البداية كوجهة ثقافية. أكيد. والبقية تأتي فيما بعد. صحيح. نعم. صحيح. أستاذة سعدة حياك الله معنا. مرحبا. أهلا وسهلا. كيف رأيت شارقة أستاذة سعدة من الوجهتين الثقافية والسياحية كذلك؟ في الحقيقة أن الشارقة لا يسأل أحد كيف رآها، لأنه يسمع عنها قبل أن يراها. نعم. صحيح. يسمع عنها كل خير وكل طيب، يسمع عنها على أنها كانت المدينة التي استحقت أن تكون عاصمة الثقافة العربية سنة 98، كذلك حازت على جائزة الثقافة العربية من اليونسكو في نفس السنة، وكانت في سنة 2014 عاصمة الثقافة الإسلامية. صحيح. وهذه السنة 2015 عاصمة السياحة العربية. صحيح. معناها أن هذه الألقاب لم تعطى لها مجازا، أو لم تعطى لها بدون أن تستحقها، فهي عن استحقاق وجدارة حرزت على هذه الألقاب. إذن هذا يؤكد لنا على أن الزائر لهذه المدينة الجميلة، هذه المدينة العتيقة والعريقة، العريقة بثقافتها،
العريقة بحب أهلها للوافد عليهم وللمقيم وللمواطن، والعلاقات الطيبة التي تسود الشعب، حتى أن الإنسان عندما يسمع عنها ويأتي يقول ليس من رأى كمن سمع. سمعت شيئا طيبا، ولكن عندما أتيت رأيت أطيب من ذلك، لأنه فعلا على مدار السنة ليست مدينة يحتفى بالثقافة فيها موسميا، ولكنها على مدار السنة كل أسبوع كل شهر كل يوم، يعني أنها الثقافة حية فيها، والوافد أو المتلقي يحس فعلا أن كثرة المتاحف وكثرة المهرجانات سواء الفنية الثقافية مهرجانات الأطفال، يعني أن كل الأعمار وكل الفئات المجتمع أكيد. تستفيد مهرجانات الصناعة التقليدية التي تحبب الزائر في أن يزورها مرة أخرى، وتحبب كذلك أهل الوطن في الثقافة في السياحة الثقافية صحيح. من أجل أن يغادروا البلد بعد أن يتعرفوا على بلدهم وكنوزه، أن يغادروه إلى بلدان أخرى للاكتشاف والاستزادة. هذه الزيارة الأولى أستاذة؟ الزيارة الثانية الثالثة الثالثة ما شاء الله، الثالثة ثابتة نحن عندنا ذلك. الله يعطيك العافية. الله يسلمك. أرجع لك أبو سيف، يعني اليوم حقيقة يعني هل يصح أن نقول بأن الاهتمام بالتراث هو تعزيز للسياحة الثقافية، وأنت كذلك متخصص حقيقة وترأس معهد الشارقة للتراث باعتبار التراث يعني جزء من تاريخ الشارقة وحضارتها؟ بالطبع يعني الاهتمام بالتراث بوابة أولى للسياحة. هناك من يهتم بالتراث، يعني كنت أتكلم مع مجموعة من الناس قبل يعني أيام، كنت أقول بأن معظم الدوائر التي تهتم بالتراث في أنحاء كثير من الوطن العربي تتبع البلديات وتتبع يعني مجالس بلدية، أما في الشارقة فهي مؤسسة ثقافية التي يعني تدير التراث. صحيح. معهد التراث هو الذي يدير ترميم المباني وإقامة المهرجانات والتعليم في مجال التراث وغيره، فهي جهة ثقافية علمية في الأساس التي تدير التراث، وليست بلدية أو مجلس بلدي أو يعني. هذا أيضا يجب أن يعني نضع أيدينا على هذه النقطة بالذات، لأن المكون يعني الثقافي والتراثي بالذات يدخل في صلب العملية السياحية. أكيد. أذكر في بداياتنا يعني قبل يمكن 20 سنة أو كنا يعني نضع الدراسة للمشروع التراثي وغيره، وفي حديث مع صاحب السمو حاكم الشارقة نقول هكذا السواح يريدون وهكذا. نعم. فقال لا يهمني السواح الآن، أنتم ماذا تريدون؟ أنا أريد أن يأتي يعني ابن الإمارات نعم. ويرى هذا الحصن ويعرف يعني علاقته هو وتاريخه وأهل الإمارات بهذا الحصن. السائح يأتي يستمتع يستمتع، إذا لم يحب ما رأى هذه ليست مشكلتنا احنا السواح. كنا نعمل على هذا الأساس صحيح. يعني نعمل على أن نحن نعمل يعني، وهذا كان وجدناه في معايير اليونسكو أصلا نعم. معيار الأصالة نعم. الأصالة يعني لا أعمل والله هذا المكان، لا أضع زجاج وأبرد المكان حتى السائح يعني ما يحس بالحرارة. أكيد. ليس يعني، لكن السائح يعني الثقافي يأتي ويستمتع بكل صحيح. هذا بهذه الأمور صحيح. فبالفعل التراث هو باب رئيسي من بوابات السياحة، وباب يعني ذو دخول كبيرة في الحقيقة. أكيد طبعا نعم. ما في شك نعم. كذلك أضيفت إلى يعني مهام معهد الشارقة للتراث كذلك مركز الشارقة للتراث العربي، وهذه حقيقة مسؤولية كبيرة وعظيمة جدا. اليوم أصبحتم مسؤولين عن التراث العربي، ولم تقتصر مهامكم كذلك على التراث المحلي، بنستعرض وبنخوض في تفاصيل هذا المركز وكذلك مع الأستاذة سعدة، ولكن بعد ما نتابع مشاهدينا الكرام هذا التقرير الخاص بندوة السياحة الثقافية مستجدات ورؤى. نشوف التقرير مع بعض وراجعين مع ضيوفنا. احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزا مميزا ضمن الخارطة السياحية على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، وذلك لما تتمتع به من رؤية استراتيجية للقطاع السياحي بمختلف أركانه. وفي هذا الإطار نظمت إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة والإعلام بالشارقة ندوة بعنوان الثقافة السياحية مستجدات ورؤى، والتي افتتحها سعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة صباح اليوم بقصر الثقافة بالشارقة،
وذلك تزامنا مع تتويج الإمارة عاصمة للسياحة العربية لعام 2015، وبمشاركة الدوائر الحكومية المعنية ذات الصلة بقطاع السياحة الثقافية وشخصيات لها دورها في مجال الثقافة والسياحة بالإمارات والعالم العربي. نستطيع استجلاء مثل هذه المعاني في محيطنا المحلي والعربي العامر بالشواهد والمشاهد الثقافية والسياحية، ليتكامل مع الفنون والآداب والتراث والأنماط الثقافية من خلال المشهدية البصرية والعمارة بأنواعها، وصولاً إلى المتاحف والمنتديات والأروقة، بل وكامل التجليات المشهدية الآسرة في مدى البر والبحر. أهمية السياحة الثقافية تأتي من كونها مقوم سياحي غير متكرر أو متشابه، غير قابل للمنافسة. لذلك تمثل السياحة الثقافية فرصة فريدة للمنافسة السياحية، ويمثل تنمية الجانب الثقافي للوجهة السياحية وسيلة إنمائية مهمة للقطاع السياحي. سعينا في إدارة المسرح بذات الثقافة والإعلام إلى أن نصل إلى الجمهور من خلال هذا الجانب السياحي في فعالية تكون ليوم واحد، تكون في خورفكان وهي كرنفال خورفكان المسرحي. في هذا اللي هي التظاهرة نجمع كل الفنون في يوم واحد. طرحت الندوة بجلستين نقاشها محورين، وهما استراتيجيات النهوض بالسياحة الثقافية ومحفزات السياحة الداخلية. اليوم طرحنا إن شاء الله كهيئة الإنماء التجاري والسياحي بيكون عن موضوع تشجيع السياحة الداخلية ودور السياحة الداخلية وأهمية السياحة الداخلية في تنمية الاقتصاد وفي تعريف كذلك المقيمين والمواطنين على في دولة الإمارات العربية المتحدة على المنتج الثقافي المتنوع لهذه الوجهة المتميزة. السعودية فيها أماكن أخرى، متاحف ومهرجانات كثيرة تقام، وهذه أيضا معالم أعتقد من المهم التنويه بها وأن يعرفها أبناء المملكة مثل ما يعرفها أبناء منطقة الخليج. ومن حسنات هذه الندوة هي أنها توعي الحاضرين ومن يصل إليهم تصل إليهم الرسالة الإعلامية. تنفرد إمارة الشارقة بالرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة، والذي جعل التجربة الشارقية نموذجا يحتذى به للسياحة الثقافية الهادفة لبناء الإنسان ومدركاته الثقافية. يا هلا ويا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، تابعنا هذا التقرير الخاص بالندوة عودة لاستكمال حوارنا مع ضيوفنا الأعزاء، حياكم الله مرة أخرى. الله يحييك. أهلا وسهلا أستاذة سعدة. يعني اليوم كان التركيز على السياحة الثقافية وجاءت الندوة بهذا العنوان، ولكن يعني كذلك كانت هناك الجزء الثاني من الندوة حقيقة كان حول محفزات السياحة الداخلية. أنا اليوم أريد أن أسألك حقيقة وأنت متخصصة عن محفزات السياحة الثقافية، ما هي أهم محفزات السياحة الثقافية؟ أهم محفزات السياحة الثقافية هو في البداية تحبيب النشء، تحبيب النشء لتراثه. نعم. عندما نزرع في الطفل محبة تراثه، عندما نزرع فيه محبة المتاحف، عندما ندرج في أهمية التراث وأهمية الثقافة السياحية وسياحة ثقافية في مناهج التربوية في المدارس، يكبر الطفل منذ نعومة أظافره وهو مهتم بهذا الشأن. لكن كذلك هناك أشياء كثيرة تساعد في ذلك، هو أن تكون متاحف بجميع المعايير، متاحف فيها المنتوجات المتحفية الخاصة التي تعكس فعلا تراث المنطقة، المنتوجات التي لها قيمة تاريخية وتكون دليل إثبات. هذه المتاحف هي بمثابة مؤسسات، لأنها تعرض تاريخا، تقدم لنا تاريخ عن طريق عرض
عرض لمراحل تاريخية معينة، يعني عرض بطريقة توضيحية. وكذلك هناك جانب آخر، أنه لم تعد كفاية أن نقول للناس هناك مآثر تاريخية في المنطقة الفلانية، أو أن نخلق فعاليات كالمهرجانات مثلا، كالمؤتمرات، كالمواسم، الندوات والملتقيات على اختلاف أشكالها ومناحيها، وكذلك مخيمات الأطفال والمعارض. كل هذه تجعل الإنسان يهتم أكثر ويزور كذا المناطق التي هي المبتغى لكي تكون اتجاها له. كذلك هناك ما يسمى ما نسميه بتحفيز المواطن. تحفيز المواطن عن طريق ماذا؟ عن طريق أن يزور ما لديه ليقتنع به ويقتنع بزيارة آخر. وزيارة متحف أو زيارة منطقة بغية الثقافة السياحية وبغية التعلم لا تغني عن زيارة أخرى، بالعكس فهي تحفزه لأن يكتشف أكثر وأن يطلع أكثر وأن يزور أكثر. فإذا كل هذه الأشياء تجعلنا نبحث عن ما هي وكيف ولماذا. بالتأكيد يعني كان التركيز حقيقة على وجود مثل ما تفضلتي المتاحف اللي تعكس أو تحكي حقيقة المراحل التاريخية لهذا البلد، بالإضافة إلى وجود مهرجانات وندوات وكذلك فعاليات تعنى في تعزيز الجانب الثقافي، وهي بالفعل يعني تعتبر محفزات للسياحة الثقافية. بنتقل وفي نفس الإطار، في إطار المهرجانات اليوم حقيقة بوسيف، يعني السياحة الثقافية لم تعد مقتصرة على الثروات التاريخية فحسب، بل امتدت إلى المهرجانات والفعاليات الموسمية. وفي هذا الصدد نتوقف حقيقة عند أحد أهم المهرجانات في دولة الإمارات العربية المتحدة، أيام الشارقة التراثية. صحيح. يعني إلى أي مدى حقيقة ساهمت أيام الشارقة التراثية في الترويج السياحي لإمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة؟ يعني أيام الشارقة التراثية بدأ، إذا تتذكر بدايته قبل 14 سنة، بدأ مهرجان صغير و لمدة يعني أسبوع تقريبا، وحتى موازنته كانت يعني صغيرة ومحدودة مثل ما نقول. صحيح. هذا المهرجان الآن السنة هذه الزوار جاوزوا 500,000 زائر. صحيح. وانت تتكلم عن الإمارات اللي عدد سكانها قليل، يعني يعني 500,000 زائر، وكثير من الأوروبيين والأجانب كانوا يأتون، كانوا يقولون هذه الإمارات. أن يعني كم الإماراتيين والخليجيين كان هو الغالب. صحيح. وهذا نادر يعني الآن، لأن البلد فيها كثير من الجنسيات. صحيح. أيضا من يعملون في تقديم التراث ليسوا فقط ذلك الجيل، جيل الرواة والحرفيين الكبار بالسن، حتى يعني اللي هم سن 10 سنوات و11 سنة كان لديهم حضور في الأسواق، في الحرف، في المنتج الجديد للتراث اللي هو المنتج العصري الذي يستلهم التراث. صحيح. فالحدث كان كبير جدا، والحدث لم يكن أيضا فقط في مدينة الشارقة، كان له 10 نسخ أكيد في المنطقة الشرقية والوسطى. صحيح. حتى صحيح. السنة دخلنا إلى القرى جبال. في حضن الجبال. صحيح. يعني قرية شيص ونحوها. صحيح. والنحوة هذه في يعني حضن أصلا في ناس ما تعرف هالمناطق. صحيح. فهذا الاستعراض. والأيام الشارقة التراثية تقدم الأدب الشعبي، العادات والتقاليد، المأثور الصوتي والحركي، الثقافة المادية. بالتأكيد. أنماط البيوت المختلفة، بيوت الجبال، بيوت الصحراء، بيوت الله، يعني هي عملية معايشة. بالتأكيد. وهي بالفعل حقيقة يعني من خلال ما تفضلت به نؤكد بأن وجود الأيام التراثية ساهم في تعزيز السياحة الداخلية وحتى الخارجية. مثل ما تفضلت هناك حقيقة زوار من مختلف دول. صحيح. العالم كانت لهم وقفات وكانت لهم زيارات متواصلة لحضور فعالية رئيسية ألا وهي أيام الشارقة التراثية. بالنسبة لمركز الشارقة للتراث العربي نحن نحتاج حلقة مفصلة، أنا ما أقدر أوجزها في دقيقة أو في دقيقتين لأن المخرج يقول لي نحن وصلنا للختام، ولكن حقيقة نحن إن شاء الله بإذن الله نتشرف بأن نسلط الضوء على هذا المركز
من خلال حقيقة استعراض أهم ما يحتويه، من خلال استعراض مهامه وأدواره، من خلال التشرف باستضافتك كذلك إن شاء الله. بوسيف سعدنا بوجودكم معنا سعادة الأستاذ عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، شكرا لك بوسيف. والأستاذة سعدة ماء العينين رئيسة مؤسسة نادي الإبداع والفكر في المملكة المغربية الشقيقة، شكرا جزيلا ونتمنى لك طيب الإقامة في إمارة.